وهذا ما نفع به وبعلوم في دارين رضي الله عنه وعنكم الشيخ الأمين. الثانية أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم سمى. الثانية يبيلي كتك يلي مسائل أمباو كفيت وآن جوازا أن تقع بعد لام الجر نكتوك بعد لام الجر لام يعني يجر سواء كان لتعليل سواء يكون لام الجر يتعليل وقول تعالى وانزلنا إليك الذكرى لتبين الناس وقول تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله أو للعاقبة أو يكون يا عاقبة عاقبة مقبني mwisho utakuwa hivyo taalili kwa ajili akiba kwamba ni sayrura yani baadaye itakuwa hivyo yani amefanya hivi ili hakuna ili mwisho wake sisi ili yani mwisho wake itakuwa hivi kama itakuja katika aya simesema kwamba an hunasibisha fil mudhari sio na kunasibisha kwake imma dhahira au mudhmara مضمرة إما جائزة أو واجبة. تيو. تقسم جائزة قد كمسائل. مسألة كوانزا قسمة بعد عطف. تيو. يكاد يا عطف أم بوكوان مسبوق باسم خالص. تكاليزا ويكيجانا. أسا مسألة بيلي أسمى أن تقع بعد لام الجر. نكوجا بعد لام الجر. ليلى مجرانيوي ساساوي كوالي تعليل. وأجيلي كقول تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لتبين أسي لام لام نيني لام تعليلي لحرف جار بقبنيني التعليل وأجيلي أسي هابا تبين في المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل أصل المصدر بقوم بتتوى بعد أن لين الفعل لو تقوم مجرور قرني كويله حرف تعليل. وقول تعالى إن فتحنا لك فتح مبين ليغفر يلام نيني لام التعليل. اسم يغفر في المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. أو للعاقبة أو يكوى عاقبة أي لسيرورة. كقول تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو حزنا فرعون ومقوت نبي موسى ليكون لهم عدو واجيل ياو ينادو ياو لا لقوت ينيني أو نفورة عين لهم سيو لكن يكاسي هيفو عاقبته يكاليني كبني عدو ياو السلام اسمانيني يا عاقبة أو لسيرورة siku ajili kwa sababu hakumokota kwa ajili ya adhi yao lakini ile iliyokuwa baadaye akiba kwa nikubani kwa nani ni adhi yake inaitwa lamu nini lamu la akiba falamu huna hii lamu iliyokuwa kuna lahum adhuwa laysa litaalisia ta'lil li'annahum lam yaltaqituhu lidhalika kwa sababu hakumokota ili ya adhi yao wa inna maltaqatuhu wamemokota liyakuwa lahum qurrata aini tuzo la nini jitu lao fakat akibatu ikawa mwisho wake ansara lahum adu wa hazana akawa ni adui wao na badili ya kuwa taina kwa ni hazana au zaida ya tumesema ili lamu sasa ni ya ta'lil au ya akiba au ikawa nini zaida kwa kuli ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahla albayt الشيخ اسمه لام لغة كيوذ هي بابا نيني نزايدة سيا تعليلي ولا سيا عاقبة فالفعل في هذه المواضع بس الفعل كما
مواضع هذي منصوب بأن المضمارة بنسبيش وقوان المضمارة ولو أظهرت في الكلام لجازة لو قلت كمان يسكر القرآني إذا قرآني بقبت كنيني إيه كراءة لكن قلت كمان إنه لو يظهر شوى إلى أن إنه كوجة بعد يلام التعليلي أو لام العاقبة أو لام زايدة وكذيريش قلت كمان إنه يفا ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا شو بسمى فعل إيش كمان لام لام يجارة إذا فينكم منصوب وأن مضمرة جاوزة سيو طب هي فعلي إكيوة إمي كتانا لا كنا لام تعليلي إلى لام جار كيش كنا لا ينافية أما كمش كان هنا فعل تصبين لام تعليلي إن لا كنا آن إلي أما كما تقولين مضمرة جوازا هنا هي لام أبو كوامبا يجيش كمان في المضارع في المضارع يكون منصوب بأن مضمرة مثلا ليتا ليتعلم في المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أنني لام التعلم سيو طيب هي لامو لاي فعل لو يتكوجا هابا لا يعني لا يكش كان فعل لا يتعلم مش يقول هي لام يتوي فس لازم هابا ويديريش يعني لازم ويديريش آن آن هابا لازم يديريك تمام لكنك كو يديريك هتو يديريك ايفي لازم يعني لألا يعني هي نون تجاوز كلام لكن أسلاك لي لأن لا صح فبسمى كم بأن إن أكون إني مضمرة جوازا بعد لام الجارة سيو لكن بشرط إيش كان فعلنا لا إيش كان فعلنا لا لازم أذيريش أن لازم أن أذيريش ولو كان الفعل الذي دخلت عليه لام مقرونا بلا مش كمانيش وانا لا وجب اظهار ان يتلازم نينو يظهريش ان بعد اللام بعد اللام سواء كانت لن نافية إليك لن نافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون لألا يكون أصلا في المضارع مش كمان لا لكن إلى لم يجو بس هذا لازم يدريش أنيني أن لا يركو دريشة إلى أن وتيجي قد كلا تاني كيف لألا يكون أصدقك لأن لا يكون أو زائدة أو إلى لا يكون زائدة المهم في المضارع إيش كمان لا تصير لا ينافية أو إلى نني زائدة إيش كمان أنا يو لكن لا مكوله الآن لازم نني أضيريش كالتي في قول تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب هي لا هابن زائدة لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب هنا سأسمى ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي وجب إذمار أن تصلوا يا وإلى لام مسبوقة نيجي كتنغوليوا بكون ماض كون إلو بيتا كون ماض يعني نكون أمبكو بنيني إلو بيتا كون كانا فيو مصدر كانا نكون ماض نمبيلي كون ماض غاب نمبيلي نما كان لم يكن إسكي كون الماضي إلى كون نيني إلى بيتا نما كان أو لم يكن ما يمجريش يكون بيتا
Hasa kile ile lamu imetanguliwa na kun madhin ambao kwamba ni manfi ma kana lam yakun wajaba izmaru an lazimu idhihirishi an hapo sawa kana almudhif lafdhi walmaana sawa ikiwa ile mudhi kulikujulisha kwamba imepita ni katika lafdhi na maana nahwa ma kana Allah liyuadhibahum anta fihim au fil maana fa ughir kama ana peke yake nahwa lam yakun Allah liyaghfira lahum وتسمى هذه لام لام الجحوز بس كيangalia katika ma kana hi lafz na maana ni madhi lafz yake ya madhi na maana yake ni ya madhi lam yakun lafz yake mudhari lakini maana yake hapa nini ni madhi kwa sababu kusema lam yakun kama ukisema ma kana maana yake sawa Tatukua ambiri ino Namul juhud angine sema Ile ambu kwamba imetangulio na makana O lam yakun Mungine sema la Imetangulio bikoni manfi Bikoni mudhi manfi Koni madhin manfi Imana mamoja Watalakhasa Anna li an Baada lami thalath halat Basi mefupilizika kwamba hino an baada lam ina hali tatu an ambapo kama tuzungumzia an ni harfu masdar nasb sio baada lam inakuwa na hali tatu kuna wujubu al-idhmar lazim yufite wadhālika baada lam al-juhud baada hii lamu hii lamu al-juhud ambapo kama nini alama yake kuna ma kana lam yakun kuna wujubu al-idhhar lazim yudhhirishe wadhālika inktara fi'lu bila فيلك ايش كمان لا لالا صح وجواز الوجهين نكفى وجه بيلي اضمار لا اظهار وذلك فيما بقي كثير بقيات وهي تو علام الجحود تو مضال ايش كمان لا زيرو باقي زوت تندا جواز قال الله تعالى وامرنا لنسلم لرب العالمين وأمرت لأكون إذ بفانو نيني كونيشو كبا يفا كذيريشا يفا كفيتا غاليا وأمرنا لنسلم هابا مفيتا كيش وأمرت لأن أكون إما ذهيريشا ولما ذكرت نلبوتاجا أنها تضمر بعد لام الجحود كبالآن وفيتوا بعد لام الجحود استطردت يفني استطراد في ذكر بقية المسائل كتك كتاجة مسائل بقية التي أنبايو يجب فيها إذمار أن مسألة بقبة لازم يفيتوا نيني أن يقول زغم زي لام قبة أن إن فيتوا بعد نيني لام الجارة ناكي تقول لنا لا لازم يظهريشي na ikija kwa nyuma yake kuna makano la miakun lazima nini idhmar sio sasa kuna idhmar jawaza idhmar wujuba na kuna idhhar wujuba yazungumzia lamu yeye sasa alipotaja lamu aljuhud kwamba ile an lazima ifitwe akitaja mambo nini kufitwa an kwa wajibu basi akaleta istitraz sasa akafupiliza fu samaji kiswahili kaendelea katika kutaja zile masaila ambapo kwamba nini yafitwa an wujuba استطراد kutaja kitu mala sipake lakini kuna munasaba. Kutaja kitu simali pake lakini nini? Kuna munasaba. Yeye zungumzia lam. Sio? Sasa hata na au simali balam pale. Ni kwa sababu ametaja lam aljuhud ambapo kwamba anufitwa wujuban akataja zile ambazo zinafitwa nini wujuban. Kama mwenye jurumi katika ile babul kalam. Apo sema fal ismi yurafu bil khafdh. Sio? Wa tanwini wa dukhul alif wa lam wa huruf al khafdh. نوجد كان اسمه قبل نين حرف الخف وهي مين والاسماء الباقي قلت له جزيلة يعني سبب مناسبة بيتاج حرف الخف بس أقول لزا ولما ذكرت نيبوتاجا أنها قم بيلئان تضمر بعد لام الجحود وفيت بعد لام الجحود استطرد لما فان استطرد في ذكر بقية المساجر قلتاجا مسائل بقية
التي ambayo yajibu fiha idhmaru an, lazima ifitwe nini an katika masala hayo. Waya arba'u na nini masala manne, ihdaha ba'da hatta, moja katika zonne ni ba'da nini ya hatta, yani an hufitwa wujuba ba'da ya hatta. Wa'alam anna lilfi'l ba'da hatta halatayn arraf'a wa nasba, juwa kwamba fi'l ba'da hatta na hali mbili, inakuja ba'da hatta inakuwa mansub, inakuja ba'da hatta inakuwa nini marfu. Fa amma nasbu fa shartuhu kawnu alfi'l mustaqbalan bin nisbati lima qablaha, sharta kunasbisha lazima ile fi'l iwe ni mustaqbal kulingana na maneno nyuma yake. Ile fi'l ba'da hatta iwe ni mustaqbal na yale maneno yaliyokuwa kabla yake, sawa'un kana mustaqbal nisbati lazima takallum am la, sawa iwe ni mustaqbal katika zama za kuzungumza na kutoa habari au isiyo ni mustaqbal kati nini wa zama za kuzungumza. Almuhimu ile fi'li baada hatta iwe ni mustaqbalan kulingana na ile kabla hatta. Wow, mfahamika? Fal awwal ya kwanza ambao kwa manini ile fi'li wala kizungumza pale kizungumzwa ikawa ile fi'li ya mudhari ni mustaqbalan kuliko ile kabla yake fi zamani takallum, lan nabrah alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa, hatta yarji'a ilayna Musa. Sasa yarji'a fa inna ruju'a Musa alayhi salam mustaqbalun binisbati ila al-amrayn jami'an, ya mambo yote nini mawili na nini nabraha na akifin. Tutakuta kwamba ile yarji'a ni mustakbal na ile nini kule kufanya ile ibada kuketi na kufanya ibada ya nani si hartuata kuendelea kufanya ibada ya Hawa mpaka nini aregee Musa. Sasa kule kuregea Musa ni ibada nini ile kupatikana zile. Sasa hii kuregea Musa mustakbal na ya kabla yake, na katika zama takali waliposema vile ile rujua Musa ilikuwa mustakbalan, wakati kusema vile nabrah alayha kifin kule kuzungumza vile ile rujua Musa ilikuwa mustakbalan na zamana nini yatakallum, wakati wakizungumza vile ilikuwa Musa hajakuja atakuja, sawa, zamana ikhbar ilikuwa mustakbalan. Hiyo ndio kwanza. Wathani ya pili kwa kauli taala wazulzilu hatta yakula rasul, wazulzulu hatta yakula rasul paka kasema yule mtume. Hapa tutula khabari, wakati kutula khabari ufahamu hii hatta yakula rasul ilikuwa ni madhi shapita, ufahamu bado na jamaa bana wakatandiko mpaka akasema yule, wakati kitoa khabari ashasema yule, ufahamu. Sasa ni madhi bisbati li zama takallum, hii ni madhi bisbati nini ni zaman ikhbar na takallum, lakini ukitazama ile mudhari sio ni mustakbal bisbati lima qabla. Sisi tutazama kabla hatta ile fi'l ni mustakbal na yale mamlu kabla hatta, ikiwa ni hivyo utarasibisha wow. Sasa iwe ni istikbal hakikatan fi wakti takallum na fi zaman ikhbari baada hajakuja wa wakati ikhbari shafanyika ile, lakini mimi natoa nini natoa ile habari tu. Wale waliposema lan nabrah alayhi akifin wakisema hivi hata rja ila Musa, wakati kutoa habari hii na kusema hivi Musa hajaregea, sasa ile rujua Musa ni mustakbalan, sio hata fi zamani takallum wala kizungumza pale haijakuja, lakini hilo sasa tuna habari wazulzulu sio wazul zilu hata yakula rasul paka ile mtume akasema. Ona zamani ikhbar hii ni madhi ashasema yule mpaka akasema, lakini ukija katika ile fi'l mudhari hata yakula rasulu, rasulu sema katika gani
بعده بتذكر زلزال إله فصار يستقبل في بيانا سجاد زيبس بفهمي قا لأن لا حتى يكون رسول فصير يكون رسول اللي كوجا بعداي لأن قول الرسول وإن كان ماضيا سيو بالنسبة إلى زمن الإخبار وغيرك توقف أخباري كويش أبيت إليه سيو إلا أنه مستقبل نسبة إلى زلزاله فهو شبرا ولحتى التي ينصب الفعل بعدها معنى يعني هي حتى مقام في المضارع نصبش بداك هنا معنى مويل فتارة تكون معنى كي سنجيني نقول لكم معنى كي وتارة تكون معنى إلى سنجيني نقول لكم معنى إلى سنجيني نقول لكم معنى كي سنجيني نقول لكم معنى إلى فتارة تكون معنى كي وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها وقت جينا نقول لكم معنى كي ikiwa ilo kabla yake ni sababu ilo baada yake ilo kabla ni sababu ile ilo kwa baada basi inakuja kwa maana yake nahwa aslim hatta tadkhul aljanna aslim hatta tadkhul aljanna slimu mpaka kwa ajili yani si mpaka ya hatta imekuja kwa maana yake slimu kwa ajili nini ungie peponi si uslimu slimu 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 mpaka ungie peponi la hekuja kwa maana ila imekuja kwa maana nini okay na dalili yake alama yake nini kwamba ilo kabla yake ndio sababu ilo baada yake sababu kuingia peponi nini ilo kuslimu au wataratan takunu maana ila singine inakuja hata kwa maana ila wadhalika idha kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha ni upeo na mwisho ilo kabla yake kakoli taala lan nabrah ala akifina hartuwata sisi hata yarja ila Musa sasa ilo baada hata hapa ndio ghaya ilo kabla yake yani mwisho kwa atakwetu ndio ile kurejea Musa sasa hapa takuja hata bi maana ni ila yani ila an yarja Musa wa qawlika la asiranna تتنبيه انت تنبيه والله حتى تطلع الشمس بقى لتوكي جوا دموش نصبر نقول لكم أنا إلى وقد تصلح المعنيين معا سنجينا هوجا يكسليح معنى صوت تنبيه يكسليح هو قمانا كي يكسليح هو معنى نيني يا إلى فقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى تفيئة أصحابا حتى يحتمل أن يكون معنا كي تفيئة أو إلى أن تفيئة كواجيلي كورجية أو بقاليني كورجية بس نجين فنو موجتو زي كزوتي بيلي يتلك إذا كوهي إذا كوهي صح والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما ولزيما يعني لا بحتى نفسها لا سيكو حتى يجيبي إلو نسبيش هابا قرر يزمي فنيوتي لأن مضمرة بعد حتى لا سي حتى يجيبي إلو نسبيش صح خلافا للكوفيين كي جيبي شهو كوفيين كوفيون سيما لا إلو نسبيش حتى يجيبي وقسم حتى يرجع سيو تسمى حتى حرفه غاية ونصب فيو ونصب يرجع في المضارع منصوب بحتى يقسمه فينا كوفين لكن سكو كوفا اسمه رسم حتى يرجع حتى حرف غاية وجر اسمه نصب فهموا يرجع في المضارع منصوب بأن مضمرة لما كوسو قسمه حتى يرجع حتى حرف غاية ونصب كيشو كسيم يرجع في المضارع المنصوب بأن لما قص وسنيا قوا إلى حتى وميفانيا
القبائل ذهب ينان يكوفيين فيو وكم بين اسميشا كيش اللي في المضار وكان اسميشا قوان ومتغي مذهب فهم حتى يرجع وتقريبا كوفيون ما يقولوا مشكلة هم يفرقوا فيين حتى حرف غاية ونصب يرجع في المضار المنصوب بحتى وعلى النصب فتحة فيو ساوة مريبو ساوة لكن حتى حرف غاية ونصب كيش يرجع في المضار المنصوب بأن سأصل إلى نصبية حتى بواب ومسمى حتى حرف غاية ونصب كيش يرجع في المضار المنصوب بأن سأصل إلى نصبية حتى إلى نصبية شنية حتى ما يفيد نصبية شنية أن صح سواء كنت قريبه كأن مضمارة أو تسمى حتى حرف غاية وجر سيو كيش يرجع في المضارع منصوب بأن مضمارة طيب إما يجري شنين إلى ما ستقطوا له لأن نيني نفعل فهموا كيف فهموا تليزا تليزا إن شاء الله نعم شيخ وصبا جريشة حتى مطلع الفجر سيو صبا حتى كزياكي نيه يبقى وليلي سبيشل يكون كزياكي نيه كجريشة كزياكي يا أصلي لي حتى كجريشة سيكي جوار كناس بوكو ni kuisaidia antu ile ile anta kujifita basi kajidhirisha yeye katika nani albasriyin sawa sasa nyingine huenda katika atfu na kisa nyingine si siku zote katika kwa nani shati fulani taban nyingine tamana nyingine hatole moja katika nazo nahwa abikufa na karibu na kufa sio bana mimi nafa lakini bado nafsi yangu kuna kitu katika hata هي بعد حتى بعد مني يعني استجى فهم وزوري إنه ولا موجة أنا دكتورة كتك حتى مسكية توس جمال لكن مين مونا ماجستير كتك حتى ولا موجة توا حمد عبد الفتاح موجة كنا زولنا كوب ولغة يعني أنا ماجستير كتك نيني حتى استعمالاتها في اللغة العربية يزوم زي حتى تابو كم هو سبي من ديكانين دان خلاف الكوفيين كيف يكوفيين لأنها قد عمي بالأسماء الجار والسبب إلي حتى يشفني كازي كتك اسمه كي يريش اسمه كقول تعالى حتى مطلع الفجر حتى حين ساسا فلو عملت في الأفعال النصبة لو يتفني كازي كتك فين لسبيشي لازم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال italazimu nini sisi tuna amil moja ambapo kwamba yafanya kazi sijingia katika ismu sijingia katika fiil wa hadha la nadhira lahu fi alarabia na hiya haina mfano kwa lugha arabia tukisema kwamba hiya hatta yanasbisha sio hatta ni harf na nasbisha na kule ni hatta harf ya jurisha basi itakuwa tuna amil moja ambapo kwamba hiyo hatta sio ni amil أما قبل نحرف ونيه كيشة سنجية نسبيشة فعل سنجية جريشة اسم يفعل كذا مرابيل يقول كفعل نسبيشة يقول كاسم جريشة نحكونا فنواكي كرولوكا كرابو حكونا عامل أما قبل نموجة يفعل كذا مرابيل وكو نصب وكو ريلي وكو جار سيو يقول سيما صديقو نيني عدا سيو خلا سيما عدا زيدن عدا زيدن سيو سيو طب لا هي سيو قالوا كسيما عدا زيدن نفعل فعل إلي نفعل نفعل وكسيما عدا زيدن نفعل حرف جار لكن سيتو كرك حتى نحرف وطوفل في الهكتو كرك هيدا كرك فعل وين حرف يكن نسبيشة يكن جريشة كله نسبيشة يكن جريشة لكن يكن نسبيشة يتو كرك حرف يكن كرك فعل رجفوها واو بل شنغو زيله لا يا رجيش كوفيين يا شباب رجيش انا بها اذا كان يقول لي حتى انا سبيشه قال لي وصوغي سيما نسبيشه لا يجي تكون هابا جوريشا سيتا كوي حتى انا كازي ميلي يكير كاسمو انا جوريشا يكير كفعلي
nasimisha. Yo. Yaani kitu kimoja hicho. Eh, ukiteka katika chai inakuwa tamu, ukiteka mtuzi inakuwa chumvi. Eh, hakuna bado. Na napiga shemu chavi eh. Taba ndio yake, kidogo kombele la uzo paradela gesho pia. Sababu wale nao kujitetea nao. طيب. Hiyo ndio hali nini? Nasb. واما رفع الفعل بعدها اما كرفع الفعل بعد حتى فله ثلاثه شروط انا شرط تاب كيفات كانوا ترفع الفعل بعد نني يا حتى الاول شرط كوانزا كونه مسببا عما قبلها يعني مسببيش له قبلها يعني مسبب يا قبلها يعني قبلها كني سبب na hii nini na baada yake ni musabab. Kuna sabab na musabab. Walihadha, basi kwa sababu hino, imtanaa rafu, imezulikana rafu, fi nahwi ma sirtu hatta adkhula albalada. Hapo huwezi kurufaisha. Kwa nini? Lianna intifaa as-sayri. Kule, kukanushika kule kwenda, la yakunu sababu lidukhuli, hayo ni sababu kuingia. Nao ndo maana kanini ikahuwezi kurufaisha. Kurufaisha mpaka iwe ni sababu nimesababishwa na huku. Ile mudhari iwe nini musabab ya ile kabla nini hata. Sasa hapa kuna hapa hapa lazima nasibishe. Wa fi qawlika sirtu hatta tatlu ash-shams. Hatta tatlu ash-shams. Hii hapo tunasibisha tu. Kwa nini? Lianna sayra لا يكون سبب لطلوعها كل الى سير هي سبب kutoka shams kwa sababu utatembea mpaka jua litoke kwamba kule kutembea ndio sababu kutoka jua la utembea usitembea jua litatoka tu wao sasa hapo tarasibisha fi mudhari sababu gani kwa sababu ma baada hatta laysa musabbaban amma qabla hatta sawa hiyo ndio kulisha mfano tashabta kwanza kwa nini كونه مسببا عما قبلها ايه ايه سببيش له قبلها يعني قبل حتى وين سبب يا اللي بعد حتى الثانيه بيلي ان يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال حتى ورفيشه ايه زمن الفعل ني حال سي استقبال سي مثل مضارع يحتمل حال والاستقبال سيو ساس يكون استقبال وترسبيش يكون حال لازم يطلع شرط زي جينه وترفيشه على العكس من شرط النصب يقول لك النصب السمانين يستقبال هابا ني حال الا اسبقوته ان الحاله تاره يكون تحقيقا وتاره يكون لني تقدير سيجي انه تحقيقا سيجي انه لني تقديرا فالاولى تحقيق قولك سرت حتى ادخلها سرت حتى ادخلها اذا قلت ذلك وانت في حاله الدخول لا حتى ادخلها انت قول بقول نصب اه اذا قلت ذلك وانت في حاله الدخول وتنسبش نقول استقبال مش انت نصب استقبال لها فني حال ترفيشه سيو زود لما تقول دخولها ها يا غير ضمه هي ده سوا انت تقول قسم اجوزي سيو سيش سي تجي مسانا شكلي تجي زي ما ايه زين الشروط انا نيني والثاني الى مو تقديرا كالمثال المذكور قول له فر مذكور اذا كان السير والدخول قد مضيا لكنك ردت حكايه الحال وش ينجي ushatembea ushaingia lakini sasa utakutoa ile hikaya eh sirtu hatta adkhula hatta adkhulu ukapendelea nini hali ile hikayatul hal utarufaisha fasaba ila hal si tahqiqan wasabuha tahqiqan pale nini waingia wewe au hii iko shapita lakini upendelea nini kuleta hali hikaya haya ile hali ambayo kwa nini ile patikana
هابر بيتونيني وطرف فيشي. وعلى هذا جاء الرفع في قول تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول. كل كنا يقول ها كنا يقول يشوني كيرانا شو كونيني لأن الزلزال والقول قد مضى يا شابيت زيزي سأسأل حكاية الحال حكاية الحال يتقولي يتقول الحال تحت تقديرا وترفع إيشة يفهميك تبسيب كنا يقول أنا كنا يقول أي كنا يقول يقول أنني أيوة تسمى يقول kuzingatia kwamba ile ni mustakbalan amma qabla kusema yakulu kwamba hikayatul hal ile takdiri tu wikadiri vipi taban kana Qur'an utajifanyia hivi paka kuna kiraa katika hii lugha kaweza kusema lakini hapa kuna kiraa utasema hivi sasa hapa mbele ya kiraa mbili kama kuna yakula na yakulu utasema yakula wakati gani kwa sababu pale umesema nini kwamba ile ma baada hata mustakbalan binisbati lima kablaha iko ile istikbal sawa sema hata sema hata yakulu hii kwamba nini hukutizama vile umesema hikayatul hal kwamba huyu ato hikaya ile hali iliyopatikana sawa hikayatul hal vipi kwamba uli kwenda ukafanya kadha 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 sio sasa waeleza sasa mbo shafanya yu ni maadhi basi baadaye nikasema baadaye nikasema nini mudhari lakini watu hikaye vile hali ulipokuwa pale lakini sasa ukisema ulikuwa ushasema wewe fahamu no ndiyo ziko kuna yakula na yakulu kuna yakula na yakulu sasa ukisema yakula umezingatia nini kwamba ile yakula ni mustakbalan sio ama kabla umesema yakula tembo ukisema yakula kama kuna chengine utaitwa vipi takhrij yake tawjih yake itakuwa vipi hata yakula kwamba washasema kitambo kwako fahamu si mustakbal lakini hikayatul hal وصبر لي حكاية الحال. سأصل الموضوع يكون حال، سي استقبال. يكون حال حتى يجي هنا هنا سبيشي. الفايشة. فهم؟ الثالث شرط يتاتو أن يكون ما قبلها تاما. أن يكون ما قبلها تاما إلو قبلك ويشتمية سناقص يعني الفعل هو كن يوماني نتام سفعل مغاني ناقص ولهذا بس كصبهيو امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها سيري حتى أدخلها وفي نحو كان سيري حتى أدخلها إن حملت كان على النقصان دون التمام يعني شرط تشاتو إيوه ما قبلها نتاما قبل حتى نمانينو متيمية مانو غاني؟ يمتمي يعني كان سي كان وخاطها ولا سي مبتدا بكم بين خبر نحو سيري حتى دخلها طيب سيري هاي نتام ماذا شتمي أب اسمه سيري حد ها اسمه نستام فهم ساسا بالي يتقون ناقص maneno yake nakis utanasibisha kwa sababu hurufaishi mpaka maneno ni tamu
قبل نني يا حتى ثم كان سيري كان سيري وكسمه كان نيلي ناقص كان سيري ناقص كبنيني يتكا اسمنا خبر كان سيري هاي اسم دويو خبر يكوف وينو نيت ستام وتنصبش حتى أدخلها إن حملت كان النقصان وكي فنه كان يا ناقصة سبب كان سيجي ونزل فنتام كما تفوكو جنبالي شاو كان أصلي لكن ناقصة سيو لكن سيجي نكو جنين نتام قد كان المطر وش منو تام باهي تاك خبر قد كان المطر يعني حدث المطر وجد المطر سيو. طيب المسألة الثانية بعد أو تا سنقاف إن شاء الله تمام لزيك جاء تطلي كي تشوف فهم وزورته كي تشوف تقدر تقول تقدر تقول إن شاء الله الله عالم.